اهلا بحضراتكم مره تانية. عمر، كنا بنتكلم على التوثيق والميداليات، وبنتكلم على تاريخ كبير جدا. خلينا نخش بقى على الحاضر. بالظبط. انطلاقه البريمير ليج اعتقد كانت انطلاقه قويه جدا، وخاصه من جانب محمد صلاح وليفربول. شفت الاسبوع الاول من البريمير ليج ازاي؟ يعني زي ما حضرتك قلت، انطلاقه محمد صلاح كانت قويه جدا، وده شيء يسعدنا كلنا طبعا. ثلاث اهداف في اول مباراه كانت برضو صعبه قوي، وعكس ما كان في بعض الناس متخيله ان ليدز صاعد بعد 16 سنه غياب، انه هيكون مستواه اقل او انه هيخسر بنتيجه وبفرق كبير من ليفربول حامل اللقب. لكن قدموا مباراه قويه، صلاح قدر انه يسجل ثلاث اهداف، بيفتح الموسم بتاعه بقى، وصراع الهداف هو بيبتدي فيه. بدأوا من بدري لان برضه فاردي بدأوا من بدري وسجل ضربتين جزاء، وبيحاول ان هو برضه يحافظ على اللقب يعني. صحيح. لكن انا اتمنى طبعا انه في النهايه، كمان نهايه الموسم، نلاقي صلاح هداف الدوري الانجليزي. مش صعبه انه يعملها ان شاء الله. لا طبعا صلاح، وكمان خلينا اتكلم قبل ما اتكلم على صلاح، طبعا احرز يعني ثلاث اهداف، وده يعني بدايه سيزون، انك تعمل هاتريك في بدايه السيزون ده شيء مهم جدا. وفي الصوره شايفين يوجن كلوب معاه قد ايه فخور بيه. صلاح كمان يمكن افتكر طبعا، مؤمن يعني بالدعايه الاعلاميه الكبيره اللي قدمها، والمسانده كمان الانسانيه اللي بيقدمها صلاح من خلال حتى مبارياته في البريمير ليج على خارج الملعب. زي ما بقول، دور مهم جدا صلاح بيقوم بيه، مش بس جوه ال 18 او جوه الملعب، لا كمان في دور اجتماعي بيقوم بيه صلاح من خلال حتى مساندته لمؤمن يعني. يعني طبعا عقليه محمد صلاح متطوره جدا، يمكن تسبقنا هنا في مصر بخطوه كعقليه كره قدم. لكن انه قدر انه يجتذب تعاطف كبير لمؤمن زكريا على مستوى العالم من حركه بسيطه عملها احتفالا بالهاتريك. كل الصحف اتكلمت عن مؤمن زكريا، عرفت حاله مؤمن زكريا، دعمته ليفربول، دعمه على السوشيال ميديا. اعتقد انه ده ذكاء من محمد صلاح. صحيح. وزي ما حضرتك قلت، هو دور طبعا الصوره اللي المجتمع. دي الصوره اللي يعني كانت في جميع وسائل، مش الصحف الانجليزيه بس، على جميع وسائل على مستوى العالم يعني. حتى الارجنتين كتبوا في الوايس، حتى مستوى الارجنتين يعني وصلت الارجنتين ان هم بيتكلموا عن مؤمن زكريا، عن حالته، عن تعاطف محمد صلاح معاه كزميل له في المنتخب الوطني وكده. فيعني شيء يشكر عليه محمد صلاح، ومش جديد، مش غريب عليه. صحيح.